هل تدرك حجم تأثير الأفلام في شخصيتك وفي سلوكك؟ ربما ستبتسم وتقول لا تأثير لها. ستصدمك الإجابة. أكثر منصة لعرض الأفلام في العالم هي منصة نتفليكس. مؤسسها هو مارك راندولف الذي قال: سأحرم الناس من النوم بصناعة الإثارة. لكن هل تدري أن خال مؤسس نتفليكس هو إدوارد بيرنيز؟ وهو مؤسس الدعاية والبروباغندا في العالم. إدوارد مخترع الدعاية معروف بقوله: يمكنك أن تسيطر على الجماهير بترديد كلمات معينة، لكن كلمات مدروسة. في 1920 كان إدوارد وراء دعايات تدخين النساء في الأماكن العامة، وذلك لإقناع نساء العالم بأن تدخين السجائر جزء من التحرر ومن حقوق المرأة. إدوارد رسم أيضا دعايات الشركات الأمريكية العملاقة، من بينها جنرال إلكتريك وشركة الفواكه المتحدة التي كانت تستغل حقول الموز في أمريكا اللاتينية، ووقفت وراء الانقلاب على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في غواتيمالا في الخمسينيات. هذا ليس كل شيء، فوالدة إدوارد التي أنجبته في فيينا هي آنا. من هي آنا؟ هي شقيقة سيغموند فرويد، أبو التحليل النفسي. إذن مؤسس نتفليكس خاله الأكبر هو إدوارد بيرنيز، مخترع البروباغندا، وخاله هو سيغموند فرويد، أبو التحليل النفسي. من الواضح أن هؤلاء يعرفون جيدا ماذا يفعلون.